في البداية قبل ما نتكلم على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي واللي عنده تحدي غاية في الأهمية وأحد أهم مباريات النادي الأهلي هذا الموسم مباراة فيتا كلوب، لكن في الحقيقة في بعض الأمور كده اللي بتخلي الواحد دايما يشعر بالفخر بانتمائه للنادي الأهلي، وبالتحديد الحدث الأبرز على مدار ال 48 ساعة السابقة وأكثر تحديدا كمان يوم الخميس أو امبارح كان افتتاح فرع النادي الأهلي بالأقصر، وده كان حدث مهم جدا، ومن الطبيعي ومن المنطقي قوي قوي ان اي نادي بحجم وشعبية وجماهيرية وتاريخ النادي الأهلي ان هو يكون ليه فرع في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية، لما يمتلكه النادي الأهلي من كم كبير جدا جدا من جماهيره العظيمة اللي مش موجودة بس في مصر، لا موجودة في العالم كله، وده امر حقيقي وواقعي، لكن بالتحديد كانت حاجة أكثر من رائعة حفل الافتتاح لفرع النادي الأهلي بالأقصر، سواء تنظيم سواء شكل سواء فقرات مهمة ومتنوعة، بخلاف كمان منظر النادي نفسه الأهلي، النادي الأهلي في الأقصر، حاجة أكثر من رائعة وحاجة تخلي الواحد أنه هو دايما دايما يفتخر بانتمائه للنادي الأهلي هذا النادي الكبير والعظيم. أمور كتير جدا مهمة، أمور كتير جدا مميزة، وبالمناسبة مش دي آخر فقرة أو مش آخر خطوة بالنسبة للنادي الأهلي في إطار التطوير الدائم، لكن لسه في مفاجآت أخرى كتيرة جدا هتكون مميزة جدا لكل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. مبسوطين جدا جدا كمان بالشراكة الكبيرة اللي ما بين النادي الأهلي وشركة الاستادات الشركة الوطنية، واللي بنشوف نتاج هذه الشراكة على أرض الواقع من خلال بعض الخطوات الهامة جدا اللي تم اتخاذها، سواء بتطوير قناة النادي الأهلي، سواء باستاد الأهلي والسلام، فرع الأهلي بالأقصر، ولسه برضو في مفاجآت كمان كتير هتكون مهمة. أنا بس عايز أروح أفكر حضراتكم بكلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم الأفريقية، وبخصوص أهلي الأقصر وهذه الخطوة الهامة جدا، وتأكيده على أنها مش هي آخر خطوة أو مش آخر شيء في إطار التطوير الدائم بخصوص النادي الأهلي، لكن لسه في أمور كتير جدا ومفاجآت كتير جدا زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما أكد كمان الكابتن محمود الخطيب في كلمته. أهم كمان ما قاله الكابتن محمود الخطيب وهو مشاركة النادي الأهلي الدولة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وده دور دايما النادي الأهلي الوطني اللي احنا متعودين عليه في كيفية التنمية وكيفية دفع عجلة الإنتاج بخصوص التطوير الدائم، مش بس بقى كمؤسسة النادي الأهلي، لا كجمهورية مصر العربية، وده دور مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. أيضا كان في كلمات مهمة قوي قوي من السيد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب في طبعا على هامش هذا الحفل أهلي الأقصر، ونشوف الكلمات بتاعته، وكلمات في الحقيقة مقتضبة شوية لكن هي مهمة جدا جدا، خلينا نروح نشوفها ونرجع مرة تانية. مهمة ومميزة جدا، نتمنى دايما كل التوفيق سواء لشركة السادات أو كمان للنادي الأهلي في نتائج تكون جيدة لكم كبير جدا من الاتفاقات ما بين المؤسستين، وإن شاء الله يكونوا موفقين في إسعاد الشعب المصري وجماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. دي كانت جزئية مهمة وكان ضروري قوي قوي إن احنا نتطرق ليها مع بداية الحلقة النهاردة، ما كناش محظوظين إن احنا نكون عندنا حلقة امبارح بعد الحدث المهم ده، لكن برضو قبل ما اطلع الفاصل لازم أؤكد على التغطية الممتازة اللي كانت من خلال قناة النادي الأهلي لهذا الحفل من خلال زمايلنا الأعزاء الكتير اللي كانوا موجودين يوم الخميس، سواء اللي كانوا في الأقصر أو حتى اللي كانوا موجودين هنا من خلال استوديو القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي، كانت حاجة في الحقيقة أكثر من رائعة، فوجب الشكر والتقدير والتحية ليهم بشكل كبير، وده دايما اللي احنا تعودنا عليه من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى في الكرة شوية ونتكلم على الأهلي واستعداداته للمباراة الهامة جدا أمام فيتا كلوب، وإزاي الأهلي هيواجه هذا الفريق في ظروف هتكون صعبة جدا، لكن متفائلين خير بإذن الله تعالى بفرقتنا.